صار عندي حنة. تفاجأنا بهالمرض. نعطينه كيمياوي. المسيح ظهر علي وقال لي قم. يعني لي هوني وراح أموت. أنا حسام الدين أيوب، جيت من العراق، أخذت زوجتي وإحنا لألمانيا، ظلينا شهرين ثلاثة. بعدين من رجعنا أشو بالليل صار عندي حمى، حمى قوية. لما صارت الحمى قوية ويعني يمكن درجة الحرارة مالي وصلت 40 فوق 40، ما أدري ما أوعي، رحت للمستشفى أخذوا فحوصات وفحصوني وهاي، قالوا ما يصير هوني لازم تروح المستشفى الكبير. رحنا هنوك أخذوا الإجراءات والفحص والهاي، قاموا بقى فحوصات على طول. هو نهائيا كل حبي ما ما عنده أي مرض، فإجا الدكتور تفاهم وياهم قال لهم لازم نعمل له جلسات نعطينه كيمياوي، وهذا الكيمياوي لازم المريض يعرف ياخذ هذا العلاج. فإحنا حكينا ويا الدكتور بعد ما فهموني، قلنا له ما راح نقول له يعني راح ينتهي، فأخليها علينا إحنا بطريقتنا الخاصة، يعني نقول له ايش بيك بس ما راح نقول له سرطان طبعا بالدم، راح نعطينه مثلا التهابات او الاشياء. بابا كانت كثير صحته زينة، كان يوميا يلعب رياضة شي 15-20 دقيقة الصبح عادي لازم، ويروح ويجي عنده نادي يلعب طاولة مع أصدقائه، كثير النشط حيوي يعني شي على عمره كثير كثير يعني ما شاء الله علينا. وفجأة تفاجأنا بهالمرض وأنا يعني ما أصدق، لأنه أبوي من نوع يعني إحنا أصدقاء. أب وبنت وهيك شيء يعني دائما، وعلي إنه لازم أخفي هالشي قدامه ولا أقول له إنه عنده هالمرض، إنه يلا هي هالكم يوم وتعدي وتصير. انهاريت ومن سمعته هذا المرض، يعني مرض السرطان مرض خطير وخبيث وعلاجه كثير صعب، ورأسا نقلوني مستشفى يعني من قهري، يعني ما متوقع في يوم زوجي يتمرض ويتمرض في شكل مرض خطير أبد نهائيا ما بعدي. من نسمع عالم يتمرضون بالسرطان إحنا كثير نصلي لهم ونطلب لهم، فكيف يصير المرض عندنا بالبيت؟ قام الدكتور قال لهم خلي يجون بناته وقرايبه وأهله الأعزاء ماله يجون يريدون يشوفونه، خلي يجون يشوفونه لأن قضيته مخطرة يعني راح يفلت من ايدينا. اخذ الكيمياوي تعب يعني وصل مرحله انتهى، فالاطباء قالوا بعد ما نقدر ننطينه بعد حتى الكيمياوي وما قي يستجيب للعلاج يعني خلاص انتهى. بعد هاي فترة يعني هي طول بالمستشفى ووصل المرحلة انه انتهى، بعد انتهى هاي جسمه ورم وكله على الأجهزة وبالإنعاش، وحطونه بالانتسيف يعني بالإنعاش المخطر، قالوا خلاص يعني ننتهي. Thank you.
شعرت وأنا خلصان منتهي، يعني هاي حياتي، يعني لي هوني وراح أموت. ضعف كل شيء إلى درجة بقى بدون أكل تقريبا شهرين على المغذي السيروب بس يعطوه، والأوبر طبعا هاي موجودة على طول مع التهابات، إلى أن وصل المرحلة يعني انتهى حولوه على الإنعاش. بالإنعاش يعني قالوا لنا تجون تشوفون منو عندكم، يعني دائما نقول له بناته عنده ثنتين بألمانيا عنده واحدة بأمريكا يريدون يجون يشوفوه. فيقول بعدين لما شافوا الأطباء يعني ماكو أي علاج بعد إله، وصل مرحلة انتهى خلاص أيأسوا منه، فقالوا إذا عندكم أحد يريد يجي يشوفوه النظرة الأخيرة خليه يصل، يعني خبروه. عشنا حالة أيام صعبة كثير، شهرين ثلاثة مو سهلة أبدا، يعني ما يشيل العقل إنه بابا يصل لهالدرجة إنه ما بيتحرك ما يقوم ولا شيء يعمل، وهالأوبر كله جسمه على الصندات وعلى المغذي وعلى الأدوية، وطبعا تظهر بهالأثناء عنده بكتيريات، ما في بكتيريا نوع ما ظهرت عنده لأن هو ما عنده مقاومة لأي مرض، فتظهر عنده كثير شغلات ويعالجون من هون بيطلع شيء، يعالجون مرض يطلع شيء. والحمد لله وراها يعني أخطر وجوي عدة كنايس وقسان، قس أبونا إدريس أبونا نعمات أبونا مرزا، الكل صلوا له وهو مؤمن كلش يصلي، وكنا يوميا أنا عنده ظليت 3 أشهر تقريبا نايمي عنده بالمستشفى ما فارقتوني نهائيا، ويوميا أصلي له ونقرأ بالإنجيل نقرأ بالكتب وهو يسمع. صلوا لي وهاي يعني الصلاة، لما صلوا لي صدق أنا حسيت فتشي ماي بيغرد مثل العقته ونزل علي. احنا بنعيش المعجزات لأنك أنت إله الأمس واليوم وإلى الأبد. يا رب ليه بنهتم في حضنك، ملناش إله غيرك. يا رب نشكرك لأجل الدكاترة، نشكرك لأجل الأدوية لأنك أنت طبيب، جايين بنقول لك أنت الطبيب الشافي، أنت اللي تقدر تقول كلمة من عندك.